بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا في مسيرتنا في ترجمان والنظر إلى أحوال هذا العالم العجيب الذي أبدع الله سبحانه وتعالى فيه تجاذبات المخلوقات وجعل الخلافة لآدم عليه السلام. ونحن في حلقتنا الثامنة وصلنا للحديث مع أبينا آدم في اجتماعه بأمنا حواء في ذلك الوادي المبارك، وادي نعمان الذي هو في عرفات أو هو بجوار عرفات، وحصلت الحادثة العظيمة في ذلك المكان المبارك. ولازلنا مع شيخنا الحبيب أبو بكر المشهور، متعنا الله بحياته، حفظكم الله سيدي. بارك الله فيكم. الله يحفظكم سيدي. تفضلوا سيدي. لما التقى آدم بحواء في البداية، حواء خلقها الله تعالى مع آدم أو بعد آدم، فمال إليها وهو في الجنة. ثم بعد ذلك لما خرج للدنيا راح يبحث عنها كما ذكرتم من الهند حتى لقيها في الحجاز، واجتمع بها في وادي عرفة كما يذكر المؤرخون. وأن هناك حكمة عجيبة لهذا المكان ولهذا الزمان، وحكى الله تعالى لنا قضية عظيمة وهي ربما تتعلق بفقه التحولات الذي لكم فيه كثير من الكلام. أن أخرج الله سبحانه وتعالى الذرية من صلب آدم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست ربكم، قالوا بلى. قالوا بلى، نعم. فهذه الحادثة أن الله تعالى أخرج الذرية على هيئة الذر كما في بعض الروايات، حتى سمي هذا بعد ذلك عند العلماء بعالم الذر، لأن الذرية خرجت. نريد سيدي أن نسمع عن شيء من الحكمة أو القراءة التي نستفيدها في حياتنا وفي فهمنا لأحداث الحياة هذه في خروج هذه الذرية. لماذا أخرج الله الذرية؟ الحكمة من ذلك، وما يترتب على هذا الخروج بعد ذلك، وهل لذلك الخروج أثر في واقعنا نحن في هذا الزمان؟ نعم، شكرا أولا. وفي ذات الوقت هذا الكلام يعيدنا إلى نفس القراءة المشار إليها في الحلقات السابقة. نعم. أن التسلسل في الحكمة في الأحداث، في الحكمة الإلهية لسير الأحداث هي أصل القراءة الشرعية، لأنه في قراءة أخرى موجودة في العالم ربما تنفي هذه المسائل، وخاصة القضايا الخارجة عن مستوى الفهم العقلاني في مسألة خروج البشرية من ظهر آدم وأنهم بيجتمعون في مكان واحد. العقل الذي يتناول المسائل من هذا النموذج العقلاني المجرد
بالطبع من وجهة نظر الشرع هو عقل قاصر، هو بالطبع هو عقل بشري مادي ضيق. لكن عندما نرجع للقراءة ذاتها، أولا في إيجاد الخلق، في اختيار الله لآدم، في أسلوب الخلق لآدم، في النفخ، في التسوية، في الإسكان للجنة، في تعليم الأسماء، في سجود الملائكة، كلها أمور مبنية على قاعدة شرعية هي الإيمان بالغيب. وهي المدخل الأساس لمعرفة بعد ذلك كل الأمور التي تصطدم مع العقل. لأن نحن أمة عندما ننظر في كتاب الله العزيز يشير إلى أن من مهمات قاعدة معرفة الإنسان العلم بالغيب كأصل كأساس، بصرف النظر عن قبول العقل أو عدم قبول العقل. ولهذا يأتي في سورة البقرة في صدر السورة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. لاحظ تقسيم المعاني، نعم، والتدرج، هذا هدى للمتقين. إذن بين أن في أناس في الأرض على هدى وعلى تقوى. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب، يعني الذي عنده المسألة العقلانية الحالة الثانية أو المسألة الثانوية بعد التصديق بما ورد في النقل، خاصة النقل الشرعي بالغيب. وبعد ذلك ولكن من آثار معرفة علم الغيب أن الإنسان يقيم الصلاة، يقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم يقول والذين يؤمنون بما أنزل إليك، لاحظ الربط، وما أنزل من قبلك، ثم وبالآخرة هم يوقنون. هذا الترتيب والتركيب المتسلسل يقول المولى في النتيجة أولئك على هدى. لكن لاحظ أن هذا الهدى من ربهم، ومسألة عطائية ربانية اختيارية لهؤلاء العباد، هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومباشرة ممكن تأتي بعدها الآية والذين كفروا، يتكلمك عن العقلانية، عن العلمانية، عن الإلحادية، عن المسميات التي تراها الآن هذه تطغى في الأرض وتستشعر أنها استوعبت الكون واستوعبت التفسير. إذا نحن نعود بأنهم عمي وأنهم بكم وهكذا، فإنها لا تعمل أبصار لكن تعمل القلوب التي في الصدور. فنرجع من أصل المسألة في إنزال آدم وإخراج الذرية من ظهره، أنها نوع من أنواع التسلسل العلمي الغيبي الذي ينبغي الإيمان به، بما لأنه ثبت في النقل. مسألة النقل ذات أهمية، يعني نحن الآن نجد في العالم العقلاني أن المستحثات والآثار تعتبر عندهم مدرسة، وتكاد تكون أنك إذا وجدت الأثر وجدت الحقيقة، وخاصة من خلال القراءة العلمية، مع أن هذه آثار ظنية جدا جدا ظنية. فإذا كانت الآثار التي هي مستنطقات دخلت في عقل الإنسان، فإن مستوى عقل الإنسان يجب أن يرتقي قليلا إلى القراءة التي أوجدها خالق الآثار وخالق العقل وخالق البشرية. وعلى الإنسان أن يدخل في هذا العلم الجميل اللطيف، علم الغيب، لأجل يعرف ما الذي يخصه وما الذي لا يخصه، وما الذي يتكلم عنه وما الذي لا يتكلم عنه. وكل هذا مبني على متابعة النصوص كتاب الله وسنة رسوله، كما ذكرت في الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. ولاحظ كلمة بني آدم، ما قال أخذ من ظهر آدم، عرفت؟ يعني معنى ذلك أن الاستخلاص كان من كل نموذج في ظهر آدم، أنها نماذج مركبة على أسلوب معين في ظهر آدم، أنك نوع من التسلسل. يعني بمعنى أننا نعرف أن الذرية كلها التي ستلد والتي ستتكاثر على المدى التاريخي من عصر آدم إلى قيام الساعة، كلها موجودة ضمن إطار محدد في عالم الروح وفي عالم الذر اللي يسمى بعالم الذر. موجود كل جسم له روحه، معروف بذاته، معروف بخلقه، معروف بنسبه، معروف بأمه، معروف بأبيه، هو من حلال أو من حرام، هو كافر، هو مؤمن. وهذه من المسلمات الغيبية التي إذا عرف الإنسان معناها عرف معنى قول الله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، على حسب مراتب المعرفة في هذا العلم الذي ذكرناه في الحلقة السابقة، وهو مسألة علم الذوق. لأنه ما يضبط هذا العقل على الإطلاق، ما يضبط هذا إلا عقل مربوط بذوق، وعلم مربوط بذوق، ووعي مربوط بذوق. فإذا التزمت المسألة بمسألة الذوق وهي مسألة الإحسان، لأنه هذا علم أمة محمد. أمة محمد لها علم متفرد في العالم، وخاصة بعد أن تركت الشعوب والأمم العلم الشرعي. العلم الشرعي قائم على إسلام، قائم على إيمان، قائم على إحسان. وهذا العلم اللي نتكلم فيه هو من علم الإحسان، لأنه يتعلق خاصة ما فيه بعلم الأزل. وعلم الأزل هي مسائل تخص الخلق في جانب وتخص الحق في جانب،
فلذلك منظور هذه المسألة أنه بديهيا لما جاء آدم إلى وادي نعمان أو إلى عرفات والتقى بحواء عليه السلام، أراد الله أن يبرز أمرين. الأمر الأول دوره هو كرجل يحمل الذرية، وأن ترى حواء ذريتها التي استأتي عن ظهرها وعن ظهر بناتها، لأن الذي ظهر كذرية ما هم أولاد ذكور، هم الأولاد والبنات الذين سيظهرون في هذا الوجود وهذا العالم. وبالطبع هذا الموضوع موضوع عجيب، أن تكون حواء وآدم ينظرون ذراريهم الذي سيأتون في العالم على المدى الزمني، وهي كما قلت لكم ليست هي مسألة مبنية على العقل المجرد، أن تكون مبنية على التسليم. ولاحظ أن التسليم يأتي في الدرجة الثانية بعد الذوق. هي مسائل، لأنه كل العلم الإسلامي العلم الشرعي كله مبني على هذه الأصول. إذا الإنسان ما عنده ذوق، سيدي مما يهمنا في برنامجنا هذا هذه القواعد المهمة للقراءة الشرعية، لابد من وجود أولا الذوق، ثم وجود التسليم. آمن الرسول بما أنزل من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. ضر كيف الكلام الحوار اللي علمنا الله إياه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا نخرج عن دائرة القدرة على الفهم، نحن لا نكلف العوام والبسطاء أن يناقشوا هذه المسائل. لكن اليوم نحن نعيش عصر علمنا، نعيش عصر معرفة، يجب أن يعرف الناس أن هذا الدين ليس غائب لا عن العقلنا ولا عن المعرفة ولا عن المفاهيم ليتكلمون فيها، وأنهم قد تحملوا أنفسهم ما لا طاقة لهم به. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطانا، قد يحصل من الإنسان لكن لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطانا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة، واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. وانظر العبارة الأخيرة، وانصرنا على القوم الكافرين. أن الحرب والمعركة الموجودة في الأرض بين من يحمل صفة الإيمان وبين من يحمل صفة الكفر، من يحمل صفة الإيمان فيدافع عنها ومن يحمل صفة الكفر فيدافع عنها. وكيف نطلب من الله سبحانه وتعالى من خلال هذا العلم، بل من خلال هذا البرنامج، من خلال هذه الساعة، أن الله ينصرنا على القوم الكافرين الذين يفهمون الأمور وفهما عقليا مجردا، حتى أخرج الشعوب عن حقائقها وأوصلوها إلى ما وصلت إليه من الأزمات. اليوم الشعوب الإنسانية تعاني من الأزمات عن طريق المعرفة الحضارية المجردة، حتى بلغت ما بلغت إليه من الفوضى الاجتماعية في العالم. ونحن أمة محمد لما تبعناهم كما أخبر النبي وقعنا في نفس العلة وبزيادة، نسأل الله الحفظ والسلام. فلا شك أن اختيار الله سبحانه وتعالى ذلك اليوم المبارك لإخراج الذرية من ظهر آدم عليه السلام كان يوما مشهودا ويوما عظيما. وكما ذكر بعض العلماء أنه على صفة الذر أي كمثال، يريد الله أن يوجد في هذا الخلق مثال فأخرجهم. وقد جاء في بعض الروايات كما رويت أن الملائكة استعظمت ذلك واستغرموا ذلك، ومعروف في الحديث بما أجراه الله من الحكمة العجيبة أولا في الإظهار، ولأن الإظهار هو سببه الإشهاد. والإشهاد لم يكن في الجنة، الإشهاد كان في عالم الخلافة، في عالم الأرض، في عالم الأرض وفي أفضل مواطن الأرض، وحيث اجتمعت حواء بآدم عليهم السلام لأن يقيموا هذا المشروع، مشروع هذه الذرية في الأرض من تلك الناحية، من تلك النقطة، من ذلك الموقع. ولهذا مباشرة أول ما قال المولى سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، هنا بدأ وأشهدهم على أنفسهم. هنا هذا الشاهد، وأشهدهم على أنفسهم، خاطب الحق سبحانه وتعالى الخلق في ذلك العالم: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، قالوا بلى شهدنا. وهذا الأمر فيه ملاحظة عجيبة، أن ليس أحدا لم يكن بلاء. اللهم إن الذين سكتوا أو أجر الله عليهم السكوت قالوا هم الذين كفروا، وأن الذين قالوا بلى هم الذين آمنوا. ولو جئت لك بأعجب ما يقال في هذا التفسير في الدر المنثور، أن أول من قال بلى هم أهل اليمن، الله أعلم فين كانوا أهل اليمن في ذلك العالم، كمقولة كرواية مثلا صحت أو ما صحت، لكن هي موجودة في كتب التفسير. وليس هذا لأن نحن من اليمن لأجل نعطي أنفسنا الأفضلية، لكن لأجل دائما يتعلم الإنسان الذوق والتسليم. فقد يأتي شيء لا يقبله العقل الإنساني، لأن من بلدة أخرى أو من موطن آخر. لكن نحن نتكلم عن المواطن، نتكلم الآن عن الأصل، وأن لله حكمة في ذلك. سيدي تأذنوا لنا في الخروج إلى الفاصل، أحيانا الكلام تواصله يعني يتعبنا أن أفصل، ولكن ظروف البرنامج. نخرج لفاصل
حتى نتشوق إن شاء الله تعالى ونرجع للحديث حول هذا المشهد العظيم وساعة الإشهاد وأين كنا نحن، لأن أنا وأنتم كل واحد من المشاهدين نحن كنا في تلك الساعة موجودين وكلنا رأينا هذا المشهد. فإنما نحن هنا في البرنامج هذا نذكر أنفسنا بساعة كنا كلنا موجودين فيها. نخرج لفاصل ونعود إن شاء الله تعالى. حياكم الله، ولا زلنا مع الذرية المباركة في وادي نعمان. سيدي قطعت كلامكم، ولكن من أجل إن شاء الله المواصلة ذكرتم الخروج لذلك المشهد وأن الله سبحانه وتعالى أشهدهم على أنفسهم. الشهادة على أنفسهم والخلق كأنما تعرفوا على ربهم لما قال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. عرفوه بالفطرة، عرفوه بما يعني عرفوه بما أودعهم الله سبحانه وتعالى في أرواحهم. بعد ذلك سيدي لما حصل هذا المشهد العظيم وحصل هذا الإشهاد، ما أثره كان على بشرية. على الأرواح وعلى البشر؟ نعم، الملحظ هنا مهم في هذه المسألة ومربوط بما سبق الكلام عنه، أن المولى سبحانه وتعالى عندما قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قالوا بلى شهدنا. قال المولى في الآية أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. لاحظ أن تقولوا أنكم تتصوروا كلام غير الكلام اللي اتفقنا عليه والذي جرى في عالم الدار. يوم القيامة، اليوم الذي تعود فيه الأرواح للأجساد مرة أخرى وتبدأ الذكرى المعنوية التي خرج منها الإنسان قبل ولادته. نعم. العود إلى عالم الأزل، العود إلى عالم الأمد. هنا التصورات، لأن ما قال أنكم كنتم جاهلين، أن تقولوا إن كنا عن هذا غافلين، أي بمعنى أن هناك حجاب معين جرى للعقل الإنساني فنسي هذه، لأنه في نوع نسيان وفي نوع غفلة. ولهذا تجد أن آدم جرى له النسيان. والشعوب الأخرى من البشرية أصابها النسيان وأصابتها الغفلة، والغفلة أشد من النسيان. ولهذا يقول إن كنا عن هذا غافلين، لأنها اتضحت لهم الحقيقة، رأوها على حقيقة، قالوا والله غفلنا عن هذا. كنا عن هذا غافلين. إذن معنى ذلك أن هذه الصورة التي نقرأها في القرآن عامل تذكير لعقل الإنسان عن حقائق ربما غابت عليه الآن. قد تقول الإنسان تذكر فلان، لا، راح غاب عن ذهني، رأى، قال صحيح أنا كنت غافل عن هذه المسألة. إذن هي مسألة حقيقية يقول فيها المولى أنتم الآن تقتحمون في النار وتقعون في الكفر نتيجة الغفلة التي عندكم. ولهذا يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، وما جرت لهم الغفلة إلا أنهم تركوا قراءة النصوص، وتركوا متابعة فهم الغيب، وتركوا مفهوم الذوق، وتركوا مفهوم التسليم، وركبوا عقولهم وأصيبوا بالطغيان الذي أخبر عنه المولى أنه صفة من صفات البشرية، فحرفهم عن الحقائق ووقعوا فيما وقعوا فيه. إذن فمسألة الذرية وخروجها على تلك الصفة وإشهاد الحق لهم والإجابة التي أجابوها كلها صحيحة وحصلت بلا خلاف ونؤمن بها غيبيا، وفي نفس الوقت نعلم أننا سنذكر بها في يوم ما، وهو يوم الرجوع إلى الحق سبحانه وتعالى. وبلا شك أنه بعد هذه الصفة التي جرت، أولا الملائكة استعجبت واستغربت، قالوا يا رب أين يسكنون؟ كثير مليارات، التقدير أين يسكن؟ وهذا فيه إشارة إلى أنهم قد عرفوا المقادير والنسب. لأنه مثل هذا المخلوق الصغير بالنسبة لعالم الذر ما يمكن أن تقول أين سينتشر، لأنه قد يكون تستعبه المنطقة الصغيرة. أين سيسكنون؟ قال الأرض، لأنهم هم فيها، يعني هذه أرضهم التي سيسكنون فيها. ولهذا نقدر نقول أن أصل بني آدم في أول ما خرج هي هذه الأرض. قبل أن تتشكل جغرافية الأرض وتتشكل الأمم فيها، كان منبعهم من وادي نعمان الذي أظهر الله سبحانه وتعالى فيه الذرية. وقال الملائكة أين يسكنون؟ قال الأرض.
قالوا إذا لا تكفيهم، لا تكفيهم من حيث السعة ولا من حيث الموارد. ولا من حيث الموارد. عجيب القراءة. نسبية عجيبة. قال إني جعلهم فيهم موت. إني جعلهم فيهم موت. قالوا إذا لهنهم العيش. وهذه في إشارة إلى أن الهناء والفرح لن يتم إذا الإنسان موعود بموت أو بذهاب عن هذا النعيم. الرواية إذا لن يعمروها. لن يعمروها. صحيح. قال إني جعلهم فيهم أمل. إني جعلهم فيهم أمل. إذا في هذه اللحظة اجتمع العلم بأمرين، بالأجل وهو العمر، والأمل وهو هذا الدافع الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في البشرية لأجل إعمار الحياة. إني جعلهم فيهم أملا. هذه ضوابط تشير إلى أول ما جرى الحديث في هذه المواطن المباركة مع ما سمي بعالم الدار. في الحلقة السابقة سيدي ذكرتم إشارة إلى قضية بعض ما الأحداث الغريبة التي هي كذلك من الغيب، أن آدم نظر في ذريته فوجد سيدنا داود وأعجبه حسنه، ولكنه رأى في عمره قصر فأعطاه من عمره 40 سنة. نعم. وكذلك القصة كذلك المشهودة بعد ذلك لسيدنا موسى. نعم. أن سيدنا موسى كذلك يعني اعترض على آدم، قال له يا آدم أنت الذي أخرجتنا من الجنة. قال أتعتب علي في ذنب قد كتبه الله علي قبل أن أخلق ب2000 عام. نعم نعم. نعم. فهذا يشعرنا أن هناك أحداث حصلت في ذلك الوقت. جاء حديث في صحيح مسلم وفي غيره، الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. نعم. هذه الأحداث سيدي هل للإنسان يعني معرفة بها؟ أنتم ذكرتم معنى لطيف ربما المشاهدين يعني مر عليهم، ولكن ربما هو هذا مفتاح، أن الرجل أحيانا يكون يعرف الشيء، فلان شفته قبل 30 سنة في مكان ونسيته، غير موجود في ذهني، ما هو حاضر في ذهني الظاهر هنا. نعم. لكن لما أشوفه أتذكر أن هذا قبل 30 سنة، وهذا ربما يحصل حتى بغير المشاهدة. والأعجب من ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل للبعض الذين عندهم نسبة من الذوق أيضا ونسبة من التسليم أنه في المنام. عجيب. أنه في المنام قد يرى منظر، قد يرى مظهر، ثم تمر كذا كذا سنة فيجده على الواقع يرى. صحيح. يقول أنا قد هذا رأيته في المنام، رأيت كذا، رأيت كذا. نعم. هذا المحل قد زرته، فلان هذا الشخص أنا قد عرفته. نعم. إذن ما هذا العالم الذي دخل إليه؟ هذا عالم تقريبي، عالم. نعم. ممكن نسميه عالم تقريبي. نعم. أو عالم تقريبي يريد الله به أن يفهم أو يوصل العقل الإنساني أن ما يتكلم به من أمر الغيب وما يتكلم به الحق سبحانه وتعالى على لسنة الأنبياء هو نوع من أنواع العلم الذي يجب أن ينال منه نصيب مع التسليم. نعم. مع سلامة الذوق، لأجل يتعرف الإنسان على هذا العجب الذي يثير العقل في مسألة وجود الإنسان وترتيب الإنسان. فالملحظ المهم في هذا الجانب أن التعرف لهذا سمي عرفة. نعم. سميت عرفات. نعم. يسمى يوم التعريف. نعم. لأنها مسائل مبنية على هذا الجانب المتعلق بتعريف الحق سبحانه وتعالى للخلق منذ ذلك الموطن، منذ تلك الحالة. نعم. سيدي الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. إيش ممكن نستفيد من هذا؟ ممكن نستفيد من ذلك عدة معاني. نعم. معنى منها ما تعارف منها في عالم الذر. نعم. كما ورد في بعض الروايات تعارف منها في عالم الحس. نعم. أي في عالم التكليف. وهذا كذلك من الملاحظ الدقيقة. نعم. التي بالطبع ينبغي بها الإيمان تسليما. نعم. وأغلب من يفهمها ويدركها ويتتبع. نعم. معانيها أصحاب علم الذوق الذين بلغوا مراتب الإحسان، وخاصة من بلغ مرتبة الصديقية الكبرى. نعم. غالبا يتكلمون في هذا، ولهذا يسمى علم الحقائق. نعم. وعلم الحقائق بالنسبة لنا وبالنسبة لجيلنا يكاد أن يكون من العلوم المبهمة. نعم. التي لا ينبغي الخوض فيها، ما هو لأنها ليست علم، ولكن لأن العقليات التي نعاصرها ونعايشها قد غربت بها الرحلة عن قضايا الغيب وقضايا العلم المتعلق بعلم الحقائق، وخاصة في عصر الآن لا يدرس فيه علم الإحسان لا من. نعم. الصفر ولا. نعم. من فوق. نعم. لا يدرس فيه علم الإحسان. ما توجد مدرسة في العالم العربي والإسلامي اليوم تدرس علم الإحسان ضمن إطار منهج. إذن فالجيل هذا هو خلاصة مرحلة. نعم. وليست خلاصة منهجية دينية شرعية بحتة، وهم مظلومين بلا. نعم. شك. نعم. لكن من خلال هذه البرامج مثل هذا الإيضاح بالإمكان أن يستبقوا الحدث ويتعرفوا على حقائق هذه المعرفة حتى لا يقعوا في الفهم الخاطئ لتفسير الأحاديث. نعم. فالأرواح
لاحظ كلمة الأرواح. الأرواح نعم. قال الأرواح أجناد مجندة ولم يقل الأجسام. نعم. الأرواح وأجناد المجندة. نعم. ما تعرف منها تلف. متى؟ في عالم اجتماع الروح مع الجسد. لأن في عالم الذر بدأ الروح شيء والجسد شيء. لكن في يوم من الأيام، هذا يوم مشهود، اجتمعت الروح مع الجسد فتعارفت وتآلفت. ولا ندري شكل كيف ماذا حصل من التشكيل الذي جعل كل مجموعة تتألف، مجموعة فئات تتألف معها، الكفار لوحدهم، المسلمين لوحدهم. بالطبع مسائل تدخل في ظاهرة علم الغيب الذي لم يكشف لنا، فلذلك يبقى كما هو سر من سر الله تعالى. فما تعارف منها في تلك الساعات تلف، أي صار مؤتلفا في المقصد التوحيدي للخالق، صار مؤتلفا في النظرة للمسألة الغيبية، صار مؤتلفا في قراءة الحياة وتفسيرها، صار مؤتلفا في كل متعلقات مراد الله التي يريدها على لسان أنبيائه. هذا تلف. وما تناكر منها اختلف، هي نفسها الروح. نعم. ما تنطبق سالب وموجب. سبحان الله. ما حصل هناك نوع من التطابق فأنكر بعضها البعض، وهذا الإنكار استمر منذ تلك اللحظة إلى الشعوب التي تحولت وتغيرت على مدى الأزمان من خلال اتصال الروح بالجسد في تلك الساعة. سيدي، يعني أظن أننا نحن اليوم نحتاج الحديث عن هذا العلم، ونحتاج شيء من التفصيل، ولهذا نحن نقرأ هذه القراءة الشرعية الواعية المتصلة بالوحي، لأن كذلك نعاني سيدي نحن اليوم في عصر العلوم فيه تتسع جدا، والناس الآن أصحاب فلسفة يتكلمون عن تناسخ الأرواح، الآن سيدي أناس يتكلمون عن انفعالات غريبة تحصل في الإنسان غير مفهومة، مثلا قضية التخاطر، قضية الاستئناس والنفور الذي لا سبب له، فلان يعجب فلان أول مرة أشوف في حياتي ينشرح خاطره، فلان ما فيه عيب، ما فيه شيء يسيئني، ولكن نفسي ما تقبله. كثير من هذه الأحداث، هذه الأحداث التي هي انفعالات الإنسانية والبشرية، عندما يأتي بعض الشباب اليوم فيقرأ كتب الفلاسفة، أنا قبل أيام كنت مع أحد الشباب يقرأ بنهم شديد كلام حول الفلاسفة في الهند، كلام حول بعض الفلاسفة في الشرق وفي الغرب، كلام غريب، حتى واحد منهم يعني من المعاصرين يعتبر من كبار هؤلاء الذين يتكلمون عن الروح اليوم في الهند، ليس بمسلم ولا مسيحي ولا شيء، ويتكلم في كتابه عن النبي محمد بكلام غريب جدا، ويقول أنا يعني سرحت روحي في حياة هذا الرجل فوجدته أكمل إنسان خلقه الله. نعم. وبعد ذلك يخرج إلى كلام آخر كفر يعني، وهؤلاء الشباب يقرأوا هذا الكلام، فنحن لو كالذي يتخبطه الشيطان من المس. نعم. لاحظ هذا وصفه، هذا نموذج. نعم. كالذي يتخبطه ولاحظ الشيطان. نعم. كالذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحلال البيع وحرم الربا، كما الحظ. فالعقل الإنساني أعطاه الله هذا المجال. اللهم إن الذوق الكافر غير الذوق المؤمن. نعم. والتسليم الكافر للعقل غير التسليم للخالق. نعم. عرفت؟ والقراءة لهذه الحياة لمجرد الرؤية الفلسفية هذه موجودة من العصور السابقة. نعم. وقد كانت في اليونان ومن سبقهم، وفي الهند وفي الصين وفي غيرها، واستخلصت لنفسها ربوبية، واستخلصت عبودية، واستخلصت آلهة متنوعة، وتكاد أن تكون شبه طبيعة في الإنسان. نعم. وهي مفهوم النظرة الفلسفية التأملية. لكن الإسلام يشكر على النظرة التأملية. نعم. الفلسفية الواعية. نعم. التي تعيد الإنسان إلى حقيقة الارتباط بالشرع. نعم. أما إذا كانت الرؤية الفلسفية العقلانية أخرجت الإنسان من دائرة الشرع إلى دائرة الطبع، فهي مباشرة تنتقل إلى رؤية الشيطان. نعم. الذي يفسر الأمور بالجانب العقلاني، وقد فسر كثير من الشؤون في حياة البشرية، وجعل أقرب الناس لآدم يكفر، الذي هو قابيل. نعم. يعني قابيل لديه فلسفة. نعم. ومدرسة، يجب دراسة تفاصيلها بالدقة. نعم. التي. نعم. حملته أن يرتكب القتل. نعم. ثم ارتكب النهب، ثم ارتكب أخذ أخته زوجته. نعم. زوجة أخيه، ثم بعد ذلك الانفصال عن الأب، الانفصال عن الديانة، ثم عبادة النار.
التي عبدها تكاد تكون لما تفصل في حياة قابيل هي فلسفة، هي فلسفة عقلانية توسع فيها قابيل بواسطة الإيحاء الشيطاني فكون بها المدرسة الفلسفية. نعم. التي نراها ليست من عصر مثلا من أشرت إليه في هذا العصر، هي عبارة عن مدرسة متطورة. نعم. عن الأسلوب الأنوي الشيطاني الإبليسي الطبعي الكافر. نعم. من عصر الحوار إلى عصر قابيل في الخلافة. نعم. في الأرض إلى هذا العصور إلى ما سيأتي، وتجد أن القرآن يلاحق هذا النفس. نعم. القرآن تكلم عن الفلاسفة وتكلم عن الظهور المادي. نعم. العقلاني إلى درجة الكفر الصريح، بل إلى درجة هيمنة العلم النظري. نعم. في العالم الإنساني إلى حد أنهم يصلون في درجة من الدرجات كما جاء في سورة يونس، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها، أهلها أي أهل هذه الزينة. نعم. وأهل هذا الزخرف أنهم قادرون عليها. انتهت قضية وجود مخلوق أخالق، يعني مسألة تكاد أن تكون قطعية. انتهت مسألة أمل أنه في شيء اسمه قرآن، شيء اسمه السنة، في أن موجود إله، في أنها موجودة أديان، في أنها موجودة أنبياء، كل هذه تدخل تحت دائرة الخرافات. عرفت؟ والتركيبات التي قالها أناس في حال الضعف، لم يعرفوا تفسير الكون ولم يعرفوا تخريج أمور الحياة. جاء العلم النظري خرج كل شيء، حتى كما ذكرت بالإمكان أن يأتي من خلال البرمجة العصبية كمثال. نعم. من الأمثلة أن يكون لدى الإنسان العقلاني غير المسلم القدرة على الكشف اللي يسميه عند. نعم. الأولياء. نعم. القدرة على التأثير بالإشارة. نعم. القدرة على أن يعرف ماذا يدور في موقع الفلاني موقع آخر. نعم. وهذه كلها تجري تحت نظام علماني أو تحت نظام علمي عقلاني. نعم. يصل في هذه اللحظة عند الشعوب والأمم إلى حقائق الكفر. نعم. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن. نعم. أهلها أنهم قادرون عليها، انتهت المسألة. نعم. قال المولى هنا أتاها أمرنا، نحن نريد أن نضع أمرنا بين قوسين. نعم. بعضهم قالوا الدمار يوم القيامة. نعم. وقد لا يكون الدمار يوم القيامة، أتاها أمرنا. لابد أن يظهر الله أمر معين يبرز من خلاله حقيقة الغيب، وفشل النظرية العقلانية المادية حتى ننتهي. على سبيل المثال تشير بعض الروايات وبعض العلماء الذين درسوا القراءات في الإعجاز العلمي أن قول الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسلوا عليكم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. تأكيد رباني أن البشرية يأتي لها عصر معين تتحد في الرؤية النظرية العقلانية العلمية مع الشياطين معشر الإنس والجن، هذا تدخل هذه التناسب العلمي المعرفي وهو موجود. لا. الآن موجود لكن. لا. مستور مخفي، وإلا موجود لكن يصبح يوم من الأيام اتحاد، لأن خلاص انتهت قضية الإيمان. لا تجد من يعارض، لا تجد من مؤمن، لا تجد من يقول الله الله. لا إله. العقلانية الله. اتفقت، أظهر الله الشياطين، لأنه حتى أول يظهر الشياطين قبل الجن. نعم. لأن الجن هم الذين يهيمنوا على البشرية وعلى الجن. نعم. فيظهر أثر الجن في الأرض يعني كأتباع لإبليس، ويبدأون في القضايا المتعلقة بغزو الفضاء، لأن موجود هذا في أفلام الكرتون. نعم نعم، في الأفلام حتى الهوليود. على قولهم أيوة، غزو الفضاء بمعنى تحدي الخالق في عالمه في العالم الفوقي. نعم. فيقول المولى هذا سيحصل، وهذا شيء مقرر يا معشر الجن والإنس. نعم. عندما تتفقون وتجتمعون علميا. نعم. لتخترقوا هذه العوالم. نعم. العلوية إن استطعتم أن تنفذوا، لأنه دائما إن استطعتم من خلال المحاولات. نعم. مرة بعد مرة بعد مرة حتى تصلون إن استطعتم أن تنفذوا خرجتم حتى من دائرة الغلاف الجوي. نعم. لأن المعروف الغلاف الجوي شيء. نعم. وما فوقه شيء، وما فوقه من أجواء أشياء أخرى. نعم. عوالم كبيرة. عوالم كثيرة. استطعتم بهذا العلم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، ثم يقول لا تنفذون إلا بسلطان. وهذا العلم الذي أنتم تمارسونه هو علم ربنا، هو الذي أعطاكم إياه، هو الذي خولكم إياه، سواء كان في دراستكم للكون حتى اخترقتموه، أو تركيب الآلة التي تنطلقون من خلالها حتى تبلغون. ولهذا يقول يرسلوا عليكما إنسا وجنا ومركبات. نعم.
نار هناك شواظ، ولفظة الشواظ استخلاص لمعنى عجيب لتركيب رباني يهيأ لهذه المركبات التي تكون من جنس معين، من نموذج معين، من قدرة معينة، من كثافة معينة، تتحمل الحركة في عالم الفضاء. قال شواظ من نار ونحاس، وده تركيبة شواظ عناصر، هذه عناصر تنطلق من عالم الفوق للحق سبحانه وتعالى لتحرق هذه المخلوقات وما تحمله من هذا التصور عند رغبتها في أن تخترق الكون. نعم. ثم يقول فلا تنتصران، حاولوا. نعم. وأن من غاية ما تحاول أنكم تعتقدوا الانتصار، فلا بد أن يأتيها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلنا حصيدا كأن لم تغن بالأمس. نعم. نفس العلم الذي يظهرون به هذا التحدي يجعله الله نارا عليهم. نعم. وأما ما يتعلق بيوم القيامة فهو أكثر أعظم. سيدي تسمح لنا نخرج لفاصل إن شاء الله، نخرج لفاصل ونعود إن شاء الله تعالى لنواصل الحديث حول هذا التطور وحول هذه العلوم التي نحن اليوم في أمس الحاجة إليها. خلوكم معنا ومع هذه المعاني العظيمة العجيبة. زلنا مع هذه التطورات والمحاولات البشرية والشيطانية كذلك واتحادها للوصول إلى أقصى ما يمكن أن يتوصل إليه الإنسان. سيدي ابتدأتم الحديث عن هابيل وقابيل، ثم بعد ذلك من هابيل وقابيل ذهبنا إلى آخر الزمان، وكأن هذا العلم ابتدأه الشيطان. كأن سيدي إبليس لما خرج آدم وحواء فهموا. نعم. فما عاد هنا قضية بين آدم وحواء في الأرض، هنا ما عاد يعني حتى آدم وحواء ما جاء شيء من الأخبار أن حصل بينهم عتاب، أنه نعم. قال أنت السبب نزلتينا، أنت اللي نزلتنا وكذا، إنما قاموا بالوظيفة وبالمهمة. ذكرتم سيدي في الحلقة السابقة أظن كلام جميل جدا، أن إبليس يعني عنده خطة طويلة المدى. نعم. ليس مثلنا نحن، خصوصا في الزمن الأخير أعمارنا قصيرة. فكان إبليس آدم وحواء اكتفى منهم أن نخرجهم. نعم. والآن بيشتغل ما عادوا عليهم، هو عارف أنه آدم قد أعلنت خلافته في السماء وما عاد في فائدة ضيع وقته. وهو بنفسه قال لاحتنكن ذريته. نعم نعم. يعني سيكون الاحتناك الفعلي في الذرية، وهو الاحتناك بكل معاني حتى في التجارة. نعم. يعني الاحتناك أن تهيمن، أن تحتكر، يحتكر العقل، يحتكر الروح، يحتكر القلب، إلا قليلة. الحمد لله أن هذه القليلة هذه سبحان الله محفوظة. ليس له عليهم سلطان. نعم نعم. فسيدي يعني موضوع الشيطان عندي أسئلة كثيرة جدا وكثير من الوسائل سأدعها للحلقات القادمة إن شاء الله، إن شاء الله. ونخوض المعركة. قضية هابيل وقابيل سيدي كمرحلة يعني أولية لاستقبال هذا الرجل هو ولد آدم لفتنة الشيطان كما ذكرتم في كلامكم بعلم، ما هي بجهل. نعم. وتدرج هذه المعصية. سيدي لو تعيدوا لنا قضية هذا التدرج وكيف الشيطان أغراه في هذا التدرج إلى أن أوصله إلى أن يصير بعد ذلك في مرحلة شيطانية، يعني نعم. ربما يكون هو أبو الدجال أو من ذريته، لأنه بعضهم يقول أنه هو الدجال، أن الدجال من نفس سياسته، من نفس الصيغة هذه والسياسة، لأن يعني الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من فتنة من عصر آدم إلا وهي تضع أو تصنع. نعم. لفتنة الدجال. فقد يكون التهيئة للعقل المنحرف الدجالي المرتبط بالطبع بالعقل الإبليسي. نعم. هي قضية قابيل ووجوب دراستها كدراسة سلبية. نعم. لما دار في العالم الأنوي الشيطاني في ذلك العصر. نعم. وعندي سيدي أسئلة كثيرة وعندي رسومات رسمتها في ليالي أسهر
رسومات رسمتها لكيفية هذا التسلسل الدجالي. جميل. إن شاء الله في حلقات الدجال أعرض لكم بعض هذه الرسومات لهذا التسلسل. قضية قابيل سيدي واستعداده لقضية القتل بدأت من أين؟ هم يقولون أن قابيل حملت به حواء في الجنة كقول من الأقوال المطروحة، وأنه هو الأكبر. فدخل الشيطان من هذه العلة المتعلقة بأنا، نفس المشكلة فهو يرى نفسه أنه حملت بأمه في الجنة فهو أفضل، وأنه هو الأكبر فهو الأفضل. واختار الله سبحانه وتعالى هذا الاختبار الصعب وهي المرأة، واختار الاختبار الصعب الآخر وهو القربان. فكانت الاختبارات تشبه اختبارات آدم في عالم الجنة، وكيف أراد الله تعالى أن يبرز لنا. إذا كان آدم استغفر وتاب، فإن مدرسة في الأرض ستتخذ من الاستكبار ومن الإصرار ومن التحدي مدرسة، فهي تؤدي الارتباط بنفس المدرسة التي بدأ الحوار معها في عالم الأزل وكفرت بالله ولم تسجد لآدم ولم تلتزم الأمر، خالفت الأمر. ولهذا عنصر مخالفة الأمر هو عين المشكلة. مهما كانت طاعة الإنسان أو توجه الإنسان أو مقام المخلوق، إبليس بلغ من مرتبة العلم والعبادة ما لم يبلغه كثير حتى من الملائكة، لكن أصاب المخلوق الغرور، أو بمعنى أنه شعر أن لديه رصيد يراهن به، والخالق أعلم بالسرائر. فلذلك قابيل أخذ هذه الرؤية وهذه الفكرة جزء منها فيما هيئه الله لذلك، وهذه حكمة. والجزء الثاني في أنه فتح أذنه للآخر، وهذه الكلمة للآخر إلى اليوم. عندما تفتح أذنك للآخر، هذا الذي ذكرت لي أنه أخذ وقت طويل وهو يتابع كتب الفلسفة، إذن فتح أذنه للآخر. وفتح الأذن للآخر إذن إن لم يكن معه توفيق، لم يكن معه وعي، لم يكن معه مدركات، أخذت به المآخذ وخرج عن دائرة القيم والأدب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض الصحابة قال أنه اطلع على بعض كتب أهل الكتاب، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوقت لا يقتضي ذلك، بل ينبغي الانتباه للقرآن، انتباه للسنة، والوحي نازل والعصمة قائمة والحبيب صلى الله عليه وسلم موجود. فلا هناك حاجة للانصراف إلى كتب أخرى لا نحتاج إليها في فرض الواجب. الإسلام بالنسبة لنا يقول أنتم في فرض الواجب في تعليلاتكم، في تحليلاتكم، في علومكم، في توسعكم، ارجعوا للكتاب والسنة، لكن اطلقوا مفهوم القراءة، اطلقوا مفهوم القراءة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ومباشرة خلق الإنسان من علق، نظرة تأملية تفكرية في الوجود وفي الخلق وما إلى ذلك، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذن كل ذي علمه البشرية الخالق سبحانه وتعالى، إما عن طريق الإلهام وإما عن طريق التجربة وإما عن طريق التلقي، فكل هذه عطاء من الله، من الحق سبحانه وتعالى إيجاد هذا المخلوق. قابيل هيئة نفسه التي ربما يكون جزء من تركيبها معلول، وهذا بأمر الخالق. التركيب المعلول جعلها تتقبل الرؤية المعارضة من خلال تركيب النفس والشعور بالفوقية أو الشعور بالأقدمية أو الشعور بالأفضلية. وعندما بدأ الاختبار في الأرض اختبرهم الله بأمرين، أمر ديني وأمر دنيوي، وإلى الآن نحن أمة مختبرة في أمر ديني وفي أمر دنيوي. الأمر الديني هي قضية المرأة، ولهذا تصدرت المرأة، ولئن كانت مخلوقا مشرفا ومكرما، لكن إذا سقطت في العلة، وإذا سقطت في مفهوم العورة، وإذا سقطت في مفهوم الحبولة للشيطان، أدت دورها. زين للناس حب الشهوات، حب الشهوات، حتى لما قال زين للناس يدخل في الناس النساء، عجيب، لأنه جزء من التأثير على المرأة، المرأة نعم، مثل التأثير على الجن من الشياطين، نعم، يعني تأثير الجنس للجنس، نعم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير إلى غيرها من الآية. إذن فهذا استعداد لدى قابيل أن يتقبل هذا الإيحاء، فتقبله من إبليس مقابل ما عنده من إحساس طبيعي، وبدأت عنده هذه نسميها العلة النفسية. لما رأى الأمر يريد الله به بالطبع إبراز مدرسة، جاءت قضية الاختبار الأولى أنه ينبغي أن يتزوج. ومن أعاجيب التزوج في هذه المسألة هي مسألة الخصوصيات في الجنس. يعني قد يستغرب الإنسان كيف هذا يتزوج أخته، هذه مسألة العقل، كيف يتزوج هذا أختهم كلهم أمهم واحدة وبطنها بطن واحد. هنا نرجع للخصوصيات.
نعلم أن الحق سبحانه وتعالى خص في الأنثى في تلك المرحلة خصوصية تختلف عن غيرها فيما لحق، فإنه جعل سر الأنوثة المناسبة لقابيل في أخت هابيل، وجعل سر الأنوثة المقبولة شرعا عند هابيل في أخت قابيل. وهذا ملحظ الإثارة، فقد هيئ الله في هذا التركيب الشرعي تركيب وضعي. التركيب الوضعي أنه جعل زوجة أخت قابيل جميلة، وجعل أخت قابيل هابيل دميمة. هذه مسألة أخرى في الخلق، وترجي تجريد كذلك لحكمة ينبني عن عنها الابتلاء، كيف يبتلي الله سبحانه وتعالى العبد، كيف يقبل الشيء ولو كان مخالفا لعقله ووعيه. فعندما أريد أن يتم الزواج جاء الاختيار، اختار آدم شرعا أن يتزوج قابيل أخت هابيل، وأن يتزوج هابيل أخت قابيل. قابيل نظر في الأمر ما عجبته المسألة على الإطلاق، لأن الباعث الشهواني عنده القضية المتعلقة ليست بالأمر ولكن القضية بالجمال، وهذه نفس المشكلة عند إبليس، ليست القضية بالتزام الأمر ولكن قضية بالتزام الفهم عقله. وهذه كذلك نفس المشكلة تركبت عند قابيل، ثم صارت مدرسة لهذا اعترض قابيل على أبيه وقال إن هذا الاختيار غير صحيح. قال له هذا أمر شرعي، يعني ليست القضية قضية اختيار لي ولا قضية اختيار لك، هذا ما أمر ينبغي أن يرتقي فيه الذوق وينبغي أن أرتقي فيه التسليم. ونفهم الحكمة. ما قبل ذلك، عقله لم يقبل، لم يستوعب، صدم بالحادثة، صدمته الحادثة. ولهذا يقول الحوادث تكون العقد، تكونت عنده عقدة، عقدة ضد أبي، عقدة ضد أخي، عقدة ضد الدين، كما ترى الآن عند المتدينين يرفضون الديانة، عقدة ضد الدين. إذا يريد الله من هذا خلالها حكمة. العقدة ضد الدين نشأت من عقدته الأساسية لرغبته التي نشأت عند إبليس لما أمر بالسجود وهي عبادة، ومن خلال الأمر رفض، تكونت عند هذه العقدة، انتقلت إلى قابيل في هذا الاختبار الذي جرى مع زوجة أخي. ثم بعد ذلك الاختبار الثاني يريد الله سبحانه وتعالى ليبين لنا وللشعوب وللأمم أن القضية مبنية على التعبد، ليست مبنية على الاختيار العقلاني. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق. يعني اسمع الناس، اسمع الشعوب، اتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق. انظر كيف الوضع القرآني بالحق. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. هذا الاختبار الثاني. الاختبار الثاني ديني. قال إذن أنت لا تريد تسمع الكلام، إذن أنت بينك وبين ربك خطأ، عندك إشكال في علاقتك بالله يا قابيل. قال لا، أنا علاقتي بالله سديدة وأنا أقوم بالواجبات، وماذا تريد مني؟ قال نريد تقدم قربان. قدموا قربان، اختبار، يعني إيش ما تكون بالزكاة. طيب ما في مساكين، ما في فقراء في ذلك العصر، قدموا قربان. ما هو القربان؟ كل من جنس عمله. كان قابيل راعيا فقدم كبشا، وهابيل كان مزارعا فقدم نوع من أنواع الحبوب لكنها لم تكن بالحسن والجودة المناسبة. جاء بأي طعام على حسب حالته، على حسب نفسيته، على حسب موقفه. بالموجود على قولهم. بالموجود على قولهم. بالموجود ووضعوا هذا في أرض عراء، فجاءت النار من السماء وأخذت الكبش. ضافت العقدة على العقدة. ضافت على قابيل عقدة جديدة فوق العقدة السابقة. النار أخذت الطعام. أخذت الكبش. وأما الطعام بقي فأكلته الطيور، أكلته دواب الأرض. فغضب قابيل، كما قلنا غضبه تكونت عقدة ومباشرة اتخذ الموقف الذي هو التمرد، بدأ بطي الصيغ الآن حوار الشيطاني، وإبليس جالس للقضية، الشيطان متابع المسألة، وسيدنا آدم عارف أي يعمل الشيطان، سيدنا آدم كما يقولوا مقروص من إبليس من الجنة، وهؤلاء أولاده بين لهم وفهمهم وعرفهم من العدو الحقيقي، ويكاد يكون الأمر يجري كما قلنا بأمر الله تعالى. فجاءت بعد ذلك الحوادث التي يمكن نسميها أصول المدرسة الأنوية الشيطانية في العالم. أيوه. التي جاءت من بعد ذلك، حتى من ضمن عجائب وصف القرآن لهذه المدرسة القابيلية اللي هي الشيطانية أنها ترفض المشيخة. لاحظ هذه الملاحظة، ترفض المشيخة الإيجابية، تقبل المشيخة السلبية. عندما قتل قابيل هابيل وحمله على ظهره ودار به في الأرض وتعب به
أراد أن يتخلص ماذا يفعل؟ ما عنده ارتباط بعلم والده ولم يستشر والده، وهو الآن قد تمرد عن والده وصار العوبة للشيطان الذي عند حاجة الشيطان لا يأتي وعند فشل يهرب منه. فبعث الله غرابا يبحثه في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، شوف المثلية، أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. إذن رفض المشيخة من الرب، فابتلاه الله بالغراب أن يكون شيخه ومعلمه ومربيه وأن يخرج من أزمة كان واقع فيها، فدفن أخاه، لكن لم يأخذها عن طريق الشرع، أخذها عن طريق الغراب. وهذا يشار إلى كل الأساليب التي يدفن بها الموتى في الأرض، كيف الآن يتعامل مع الموتى، منهم من يحرق، منهم من يقطع الجسم، منهم من لهم أفاعيل معينة في الأجساد، إلا الجانب الشرعي كيف يعطي الإنسان ذلك التكريم من الصلاة، من الغسل، من التكفين، من الواجبات، من المندوبات، حتى يوسد إلى الأرض ويحترم ويقدر ويعطى حقه في حياته بعد ما مات. يعني سيدي كذلك يعني كأن قابيل كذلك اعتمد على العلم النظري البحث، يعني تعب ونصب حتى رأى نموذج في الكائنات فاستفاده، فكأن هذه المدرسة التجربة. العقلية والتجريبية، التجريبية كأن هي المدرسة التجريبية، يعني لما أراد أن يقتل أخاه ما يعرف الوسائل. نعم. ورد في الرواية أن الشيطان جاء إليه وجاء بطائر ووضعه على حجر ثم رضخه بحجر أخرى، فهو أخذ من المسألة التجريبية المتعلقة بالشيطان أن هذا وسيلة من وسائل القتل. نعم. فلم يجد أسلوب آخر، لا سيف ولا أقل من ذلك أصلاً. إلا أنه قتل أخاه بالحجر، وما كان يعرف القتل إيش هو القتل، ما كان يعرف القتل. نعم. وحتى القتل هو ذاته كان له أثر على البيئة. أيوه. نفس القتل كما ورد في الروايات أن قتل هابيل أوجد سلوكا مختلفا عند الكائنات. سبحان الله. فقد كانت الكائنات أليفة وتعايش الإنسان مثلها مثل الحيوانات الأليفة. أيوه. الأسود والنمور وغيرها مما خلق الله كانت تتعايش مع البشر لا ترى فيه مشكلة، والطبع هو مركب من الله. عندما قتل قابيل هابيل نفرت ولم يبقى إلا من كلف بالتسخير. أيوه. لأجل خدمة الإنسان. سبحان الله. سيدي وصلنا لنهاية الحلقة، لكن هذه الملامح جميلة، ظهور المدرسة الأنوية الإبليسية في قابيل ثم ما تسلسل منه، قضية الاعتماد على العلم التجريبي المنقطع عن المشيخة والعلم الشرعي الآتي من قبل الوحي الرباني. نعم. لأهل النبوة والرسالة، والمنطلقات هذه التي لا تزال تتكرر في البشرية ويتكرر منها ما هو مهم. نعم. وهي قضية معالجة الأمور بالقتل، وهذه كذلك قضية حساسة جدا، أنك تجد الآن حتى كثير من أهل الإسلام. نعم. ما يعرف يعالج الأمور إلا بالذبح الحل أو بالقتل. الحل النهائي تأذن لنا سيدي نجعل هذا يعني طرف لكلامنا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أعزائنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وفيها من الدروس والعبر شيء كثير، وحلقتنا القادمة إن شاء الله تعالى سنفتتح فيها الكلام عن مواصلة هذه القضية، وهي قضية استخدام القتل للمعالجة للمشكلات السياسية الاقتصادية لفض النزاعات والخلافات إلى غير ذلك، وأن هذه مدرسة إبليسية محضة والعياذ بالله تعالى. ثم سندخل إلى مدرسة إبليس، حيث أن حصرنا الكثير من الآيات القرآنية، وما ذكره الله سبحانه وتعالى عن إبليس ذكر لنا أكثر من 30 وسيلة في القرآن جاءت، وما تصل إلى ربما 200 بما جاء في السنن وفي الأخبار، قضية التزيين، الإغواء، الوسوسة، الاحتناك، التغيير لخلق الله، كثير من الأفكار الشيطانية الله سبحانه وتعالى وضع لنا رموزها، وهذه الرموز التي إن شاء الله تعالى نسعى لترجمتها وحلها مع شيخنا إن شاء الله في الحلقات القادمة، إن شاء الله تكون نافعة لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.